بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله مشاهدينا ومستمعينا بكل الخير، طيب الله اوقاتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستمعي اذاعة البشائر ومتابعي قناة الايمان الفضائية اهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسالونك عن الانسان والحياة. ساعة من الوقت أو أقل من ذلك نترافق وإياكم سوياً على الهواء مباشرة نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة 009611 853 804 853 805 و853 806 كما يمكنكم إرسال أسئلتكم أسئلتكم أو إرسال أسئلتكم على رقم الواتس آب صفر صفر تسعة ستة واحد ستة وتسعة وتسعة عشر عنها سماحة الشيخ زهير قوصان عضو المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه صباحكم الله بالخير سمحت الله بالخير سماحة الشيخ سماحة الشيخ طبعا الحجاج يتهيؤون الليلة للوفود إلى عرفة للذهاب إلى عرفة هذا الموقف العظيم الذي للأسف كثيرون حرموا منه بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة والكلفة المرتفعة للحج أصبحت في هذه الأيام كيف يمكن للواحد منا ان يعوض هذه اللحظات غدا في يوم عرفه مثلا ان نتلبس مثلا بهذه الحاله كيف يمكن ان نستفيد من هذا اليوم المميز بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين هي كثير من الامور التي يمكن للإنسان أن يحصل أجرها وثوابها حتى ولو لم يمارسها في مكانها المخصص أو زمانها المخصص نعم. ومنها بعض مناسك الحج فالوقوف بعرفة على ما له من القيمة والأهمية من حيث الثواب وعلى ما له من القيمة والأهمية من حيث إتمام الحج حيث انه ورد في الحديث الحج عرفه، مم. فالإنسان الذي لا يقف موقف عرفه ويتركه عن عمد حجه باطل، مم. فهذا الموقف وهذا النسك وهذه الشعيره التي أسسها الله سبحانه وتعالى مم. يمكن لنا نحن الذين لم نوفق لأن نكون في تلك البقاع. الطاهرة المباركة أن نستفيد من أجر وثواب هذا اليوم العظيم وذلك بأن نقوم ببعض الأعمال كالأدعية والأذكار التي تستحب في يوم عرفة أو الصيام إذا إنسان يستطيع أن يجمع بين الصيام وبين أداء الأعمال كالدعاء عرفه وبعض الصلوات وما إلى ذلك دون أن يسبب له هذا الأمر تعب أو عنات أو ما إلى ذلك، فيجمع بين صيام يوم عرفه وبين سائر الأدعية فيمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر الذين يقفون في عرفات في ذلك اليوم المبارك والإنسان يستطيع حتى لو لم يصم الصيام الفعلي بأن يترك الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية الصوم في يوم عرفة، أو لم يستطع بسبب طبيعة عمله، ظروفه المعيشية، ظروفه العملية، أو أي سبب يمنعه من أن يجلس ويتفرغ لقراءة دعاء يوم عرفة أو إقامة بعض الصلوات أو ما إلى ذلك، فيمكن أن يعيش جو عرفة. من خلال أن يستذكر. هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه الناس من كل حدب وصوب في ساحه واحده في وقت واحد في زي واحد وصوت واحد وصوت واحد يلبون الله سبحانه مم وتعالى فيستحضر يوم الحشر الاعظم عندما يحشر الناس الى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه حيث يخرجون الجميع من الاجداث الى ربهم ينسلون بأكفانهم بأمورهم كلها فيستذكر ويستحضر هذا المشهد العظيم من خلال هذا اليوم المبارك فيمكن له أن يعيش هذه الروحانية وهذا المعنى العظيم كأنه مع الحجيج في يوم عرفة أيضا عندنا بعض المستحبات أنه يستحسن للإنسان ويستحب الإنسان أن يتلبس بلباس الاحرام ويتردى بردائيه كم الإحرام. كم هو جميل كزاي. هذا المشهد ولو نعم. لفتره بسيطه خلال النهار نعم. حتى يستحضر هذه الصوره ويستحضر هذا المشهد العظيم فيمكن الانسان ان يعيش بعضا من اجواء يوم عرفه بعضا من اجواء المناسك المباركه التي يمارسها الحجاج حتى يكون نوعا ما ولو بالفكر وبالروح وبالوجدان شريكا لهؤلاء الأشخاص الذين وفقهم الله والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أمين يا وأن يعيدهم الله. إلى أوطانهم سالمين غانمين أمين يا الله يعني فعلا مولانا لو استطاع الإنسان أن يتلبس بلباس الإحرام ويجلس في مصلاة بعد صلاة الظهر والعصر يعني أولا أدعو نفسي وأدعو إخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين ألا أن نحرم أنفسنا يوم غد هذه النعمة نعمة قراءة دعاء الإمام الحسين في عرفة من اكبر المعاني الساميه حتى الروحيه دعاء, العابدين, حتى دعاء في العابدين في, في السجادية دعاء عظيم جدا يعني اكبر المعاني التي او المراتب الروحيه التي يمكن ان يعيشها الانسان يمكن ان يعيشها مع هذين الدعاءين استكمالا سمحت الشيخ الحج سعاد من ابي جون تسال عن العيد متى هو العيد عند سماحة السيد فضل الله بحسب المبنى الفقهي طبعا بحسب المبنى الفقهي سيد فضل الله العيد يوم السبت ان شاء الله يوم السبت نعم العيد ويوم الجمعه هو يوم عرفه نعم طبيعي هلا هناك راي اخر بالنسبه لبقيه الفقهاء نعم حيث يعتبرون ان يوم السبت هو يوم عرفه ويوم الاحد هو يوم العيد ولكن الانسان بالنسبة لنفس الأشخاص الموجودين في الحج نعم. فهم بشكل أو بآخر نعم. مضطرون أن يواكبوا نظام نعم. بحسب إعلان, بحسب السلطات إعلان المملكة. سلطات المملكة التي هي تشرف على شؤون الحج أما الذين هم في خارج نطاق مناسك الحج والمشاعر وما إلى ذلك فيمكن للإنسان بحسب تقليده بقى No. إذا مثلاً بده يمارس بعض الأعمال العبادية المستحبة في يوم عرفة بعض الأعمال العبادية المستحبة في يوم الأضحى no. فلا بد أن يعتمد فتوى المجتهد الذي يقلده فإذا كان ممن يرى رأي سماح السيد فضل الله ويقلد سماح السيد فضل الله فيوم عرفة هو يوم الجمعة ويوم العيد هو يوم السبت فإذا أراد أن يقوم بأي من الأعمال العبادية المستحبة في هذين اليومين فعليه أن يعتمد يوم الجمعة ويوم السبت كيوم عرفة ويوم الأضحى إن شاء الله بإذن الله أعاده الله على الجميع بالخير واليوم والبركة سمحت شيخ أحد الإخوة يسأل يقول أنا شاركت في تجارة بمبلغ معين ولكن بعد فترة تبين لي ان الشريك يبيع ضمن التجاره عدد من المشروبات الروحيه ماذا افعل وانا مشارك على النصف بالمبلغ وهناك سؤال اخر وقبل الجواب دعنا ناخذ هذا الاتصال على الهواء مباشره الو صباح النور أه لو سمحت سؤال لمولانا فضل أه موضوع الاخفات والجهر بالصلاه مهم. عم بيصير في التباس شي بيقول لازم تكون مثل يعني انجا يطلع صوت شيء صوت يعني ما واضحه اذا ممكن يحسب لنا اياها مولانا لا. ما هو الإخفات والجهر مع مع يعني مع طريقه مع كيف مع تفضل مع, تفضل. مع اعطاء مثل مثل عملي لو سمحت, <applause> سمحت. سمحت. اهلا <تكلم> وسهلا <تكلم> الله يبارك فيك شكرا لاتصالك طيب مولانا هو الاخ مشارك بمبلغ بتجاره تبين انه شريكه عم يبيع مشروبات روحيه شو بيعمل وهو مشارك على النصف طبيعي. وكيف يستطيع ان يفصل المال الحلال عن الحرام؟ طبعا هون في الحاله اذا استطعنا ان نميز من خلال الحسابات لانه عاده الاعمال التجاريه والشركات والمؤسسات حتى السوبر ماركت قد يكون عندهم نظام محاسبي معين بيستطيعوا يبينوا المداخيل شو دخل شو طلع فإذا استطاع أن يبين ما هي الأموال التي تعود إلى الخمور أو إلى الأمور المحرمة التي يحرم التعاطي فيها ويحرم بيعها وشرائها والاتجار بها فبكون انحصر المبلغ بهذا المجال واذا ما في هيك برنامج. واذا ما في هيك برنامج فهذا المال الذي وصل اليه يصدق عليه انه مال مختلط بالحلال والحرام نعم صار مختلط حلال وحرام نعم. فطريقه التخلص ان يخمس اصل المال ثم ما يبقى له بعد تخميسه يصبح ملكا له حلالا طيبا حلالا زلالا طيبا جيد يعني يخمس يخمس هذا المبلغ الذي وصله الذي المال. رأس وصله, المال. مش راس المال لا 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 المبلغ, المبلغ الذي, وصله. الذي وصله من التجاره الذي إيه؟ وصله من التجاره افرض هو عمل حساب نعم. قالوا له انه بيطلع لك انت هالمره هالشهر هالسنة هالفصل بحسب كيف عم يقتسموا الأرباح بيطلع لك مئة ألف مثلا أخذ هاي المئة ألف وتبين له أنه هاي المئة ألف جزء منها من عائدات الخمر مثلا وما قادر هو يفصل وما قادر يفصل انه والله 10000 ولا خمسه ولا اكثر ولا اقل فصار مال مخلوق. فصار هذا مال مختلط حلال مع الحرام فبخمس نعم. فبيخمس هذا المال هون ما بيقول والله بعد ما اجى راس سنتي اذا ك... فرضنا عنده عنده راس سنه لا ما له علاقه نعم. بخمسه ليطهر الحلال من الحرام مم. يخلص الحلال من الحرام واضح. فما يتبقى له فهو أو... حلال بتجري عليه الاحكام بالنسبه للخمس احكامه المعتاده لا يجي راس لا سنت لا إذا بقي منه شيء يخمس إذا لم يبقى منه شيء بيكون أكله حلالا طيبا طيب السؤال الأهم هلا مولانا هل يجوز له أن يستمر بهذه التجارة؟ هلا يجوز له أن يستمر لا, لا عفوا يعني خليني كمان أوضح سؤالي أكثر بيقول له لشريكه أنا بموضوع الخمر ما بدي شارك فرجاء ما تدخلني بموضوع الخمر ممكن. ولكن ببقية الأقسام السوبر ماركت أنا ما بدي أكمل طيب بس هيدي مولانا ألا تؤدي إلى هتك حرمته لأنه سيقال أنه هو معروف أنه هذا شريك هذا الإنسان اللي هو يمكن يكون متدين أو معروف عنه أنه بيصلي وبيصوم أنه كيف بالسوبر يعني هل ماركت هلأ هون صار عندنا عنوانين جيد هذا اللي العنوان الأول فيه. أصل التجارة نعم أصل التجارة بيقدر هو إذا استطاع أن يتفق مع شريكي أنه أخي افصل خلي حسابات الأمور الثانية أنت بدك تتعاطى الطفل بس خلي حساباتها واحد والأمور المحللة خلي حساباتها واحد وتكون واضحة هي على مستوى المال وأنا إيه طيب وأنا لا أصل التجار من بعدين وقت اللي اكتشف الأمر قال له يا أخي خلي أنت بدك التاجر بمحرمات الطفل أنا ما بمنعك ما فيني أمنعك ما إلي سلطة عليك م. بس أنا مالي ما بدي إياك تحرك إياه بهذه التجارة م. بدي تحركه فقط في التجارة المباحة طيب. إذا أمكن له ذلك هذا بيجوز هذا بالعنوان الاول بالعنوان الاول طيب. نعم، العنوان الثاني اذا استمراره في هذه الشركه قد يؤدي الى هتك حرمته او يؤدي الى مساوئ على مستوى يعني ضرر عليه كذا فبصير عنوان اخر، انه هل يجوز للانسان ان يعرض نفسه للهتك؟ هل م. يجوز للانسان ان يعرض نفسه للاهانه؟ نعم فطبعا ما بيجوز فبيصير بعنوان الهتك جيب. اما اذا استطاع ان يحفظ نفسه بدون ان يتعرض لاي اذى على مستوى نا. كرامته على مستوى شرفه على م... هذا المستوى الشخصي فاصل التجاره ما في مشكله اذا استطاع ان يفصل بين المالين م. وبين التجارتين أه الحاج ابو محمد نعمان من مركز الحسنين في برلين يسال يقول او يسال عن الحكمه بقول الله تعالى أو بخطاب الله تعالى تارة يا أيها الناس اتقوا ربكم طورا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هل لهذين الخطابين علاقة في وجود الرسول صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة له علاقة بوين كان النبي ولا له علاقة بطبيعة الآية أو توجيه أو الخطاب الموجه فيها يعني هو المشكلة أنه بعض الآيات التي صدرت بها أيها الناس صح قد تكون آه نزلت على النبي قبل الهجرة، وبعضها لا حتى بعد الهجرة، يعني الله سبحانه وتعالى أساساً خاطب البشر جميعاً. مم. والقران نزل نزل ليخاطب البشر جميعا، الذين امنوا بنبوه محمد صلى الله عليه واله والذين لم يؤمنوا بنبوه محمد. م. ولكن في الغالب نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا ايها الذين امنوا مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. فالخطاب كانه هذا موجه عم يتحدث في تكليف. مع الاشخاص الذين امنوا بالله فيبين له ما هي فرائضهم ما نعم. هي واجباتهم التي ينبغي أن يلتزموا بها نتيجة التزامهم بالإسلام وبالإيمان نعم. أما قبل ذلك كأنه في دعوة لكل الناس أن يعيشوا ولكن قد يأتي البعض يقول لك طيب قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هو قال للناس على الناس ما قال, ما قال, على, قال الذين على الذين امنوا آمن. في ذلك يعني هون ما بتقدر على نحو الدقه ان تقول الحكمه بخطابه يا ايها الناس كذا او الحكمه باي أيُّها. فهون الله سبحانه وتعالى يرى الخطاب الذي يمكن ان يكون فيه نوع جذب اكثر في هذا المورد فبخاطب يا ايها الناس بهذا المورد بخاطب يا ايها الذين امنوا وهذه المساله انا بتصوري ما بشوف في فرق كبير بين أنه قبل الهجرة م. أو بعد الهجرة مع أهل مكة أو مع غيره هذا بدك ترجع كل آية بأيه على حدة وتشوف تشوف مناسبتها تشوف ولمن هي موجهة ولماذا وكيف كان الخطاب ولمن كان الخطاب نعم أه سؤال يقول أنا من الأشخاص الذين قدموا للحج أكثر من مرة ولم يكتب لي المال ولم يكتب لي المال الذي كنت أدخره للحج صرف، ولو بقي لا يكفي للحج، ولم يعد لي أمل لأدخر مالا للحج في هذه الظروف الإقتصادية وشكرا لكم. يائس الحج تماما يعني يائس تماما من يعني أولا نقول له عوضك الله. م. اثنين بنقول له ما تيأس. لأنه افرض هو كان عنده نية جادة وصادقة بدليل أنه عم بيقدم. طلب للسفر إلى الحج وعم يدخر أموال من أجل أن تكفي لنفقة الحج فإذا النية حاضرة والنية صادقة والنية إن شاء الله خالصة لله سبحانه وتعالى فحتما وبلا أدنى شك الله سبحانه وتعالى يثيبه ويؤجره على هذه النية مم. وعلى هذه المقدمات التي قام بها من أجل أن يوفق لي السفر إلى الحج، م. فيقينا هو مثاب ومأجور إن شاء الله على هذا المقدار وقد يعطى أجر وثواب الحاج. م. م. يعني الله سبحانه وتعالى أكرم مما نتصور ومما نتخيل. م. فإذا اطلع الله سبحانه وتعالى على نية عبد من عباده ورأى منه الصدق والإخلاص ولكن حال بينه وبين تنفيذ ما عزم على تنفيذه بعض الظروف التي منعته فالله سبحانه وتعالى اجل واكرم من ان يحرمه ثواب هذا هذا العمل الذي كان ناويًا وعازمًا عليه هذا على مستوى الثواب إيه؟ طيب هل يسقط الحج من من ذمته ايضا مم. بالنسبه للتكليف الشرعي نعم اذا بقيت له الاستطاعه ووفق في عام من الاعوام ان تتاح له الظروف والاستطاعه موجوده فيجب عليه ان يبادر ويؤدي فريضة الحج ولكن افرض إنسان امتد به العمر ولم تسنح له الفرصة أو كان في بعض السنوات قد ادخر مالا ولكن الآن حتى هذا المال لو بعد موجود لا يكفيه نفقة للحاج فهذا لا يعتبر مستطيع وبالتالي يسقط عن ذمته الحج ولا يطالب به ولا يعد مكلفا بس بدي الفت لموضوع مولانا مش يعني صاحب السؤال تحديدا ولكن بشكل عام بس لانه كمان هذا الموضوع بي بيفتح لنا مجال لسؤال اخر احيانا خلال السنوات الماضيه البعيده هذا الانسان كان مستطيع ولكن ما كان مهتم انه يروح على الحج لما لما صار مهتم صار في عنده مشكله هي كورونا هي وعمل. الازمه اللي صارت وعمل. وبعد ذلك الازمه الماليه هون كمان يعني لانه نوى يروح وما قدر راح نتيجه الاوضاع يسقط عنه لا هون في فرق جيد تارة تارة إنسان كان ما مهتم نعم مثل كثير من الاشخاص الموجودين حاليا كان مستطيعوا ما مهتم. آه عندهم استطاعه وعندهم قدره وكل الظروف متاحه م. لكن بيقول لك بكير نعم. على طريقه كثير من الناس قبل ما يصير بالستين سبعين ما بيفكر مم. بالحج انه بيفكر الحج هو فقط للمتقاعدين انه خلص ما عاد عندنا شغل ولا عمل ولا شيء بنروح من حج وبنقعد بنصلي وبنقرا قران وبندعي الله بكو... لو ما عندنا شغل بيقول بهذه الامور بكون حرم حالة حال حال ف... مرة, أنا... مره انا مره نعم. انا عندي امكانيات نعم. الماليه البدنيه الامنيه كل الظروف متاحة بحيث أنه إذا شئت أن أذهب لأداء فريضة الحاج أقدم وأحصل صحيح. على كل المقدمات. المقدمات وما في أي مانع يمنعني ولكن أنا قصرت مم. أنا قصرت إلى أن فاتني القطار مم. فهنا احنا ما نعازم أصلا هو ما كان عازم لما كان مستطيع ما كان عازم مم. فلذلك نحن تكلمنا وقت اللي انا قلت انه يكتب له اجر الحاج وثواب كان الحاج عازم. من كان عازما وقام بما يلزم ان يقوم به من المقدمات ولكن لم يعطى مم. فرصه مم. يعني افرض انا عملت كل شيء بس ما اعطوني فيزا نعم. ومعروف اليوم اذا ما اخذ فيزا ما بقدر فوت صح على المملكه لأدى مناسك الحج نعم. يعني ما فيني اروح انا والله اقفز واجي جوا بدون اي تاشيره بدون اي فيزا بدون اي اجازه نعم. من هاي في تنظيم عالمي صار ما بتقدر تتجاوزه فإذا أنا قاعد بالبيت إن شاء الله بدنا نحج شو يا فلان ما بدك تحج بلا إن شاء الله بدنا نحج بس أيمتى ربك أعلم هذا ما ما يصدق أنه كان عازم وكان ناوي هذا نعم يمكن أنه يستقر في ذمة الحج وقد يؤثم لأنه لم يحج مم. يعني حتى عن سماح السيد فضل الله الذي لا يرى الفورية <applause> انه اذا استطاع يجب عليه ان يذهب في عام الاستطاعه ويجب عليه فورا وانما يقول السيد و... ويعل... ويبرر مساله بعض الروايات انه من استطاع للحج ولم يحج وان مات فليمت يهوديا او نصرانيا انه هذا من كان قد ترك الحج تهاونا <applause> يعني مش هو كان مستطيع بس كان اخر همه اخر همه قال يعني صارت صارت ما صارت خير ان شاء الله شو يعني خربت الدنيا ما كان يبذل جهد يسعى يعني في هذا ولا يسعى سبيل. ولا يهتم بده شغله تيجي على إيداه وإجراء مثل ما بيقولوا مقشره خالصه اذا اجت اجت ما اجت انا ما مستعد اتحرك من مكاني يعني اذا بيستطيع يجيبوا الكعبه لعنده يمكن يفكر يقوم يعمل له شوطين ثلاثه لا حول ولا قوه هذا شيء طبيعي اذا كان متهاون اذا كان كذا فهذا هذا استقر في ذمته الحج حتى لو لم يعد قادرا ومستطيعا فيما لو مات وكان عنده مال لابد ان تخرج نفقه الحج من اصل تركته قبل ان ناخذ اي فلس ونعطيه للورثه يصبح مثله مثل سائر الديون مولانا بالنسبة لسؤال الأخ المتصل عن موضوع الإخفات والجهر وضحنا موضوع الإخفات والجهر مع أمثلة بالنسبة للإخفات والجهر يعني صحيح كما قال أنه إذا بنرجع بنسأل المشايخ بنسأل بعض واحد بيقول لك مثل الوشوشة واحد بيقول لك ما بعرف عم تضيعونا يا مولانا عم بيضيعوا مسألة بجدا سهلة وجدا خفيفة لطيفة ما بدها لا ضياع ولا بدها هالإرباك هذا يعني اليوم نحن بالعرف م. إذا سمعنا واحد عم يتكلم مرة منقول هذا عم يجهر بصوته يعني عم يرفع صوته بحيث يصير الصوت مسموع وواضح امم ومرة منقول عم يخفض بصوته عم قد نسمع واحد عم يحكي بس ما عم نفهم على شو عم يحكي م. سامعك عم تحكي بس صوتك خافت ها هي يا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا جهر هذا جهر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم هذا إخفات أه؟ حتى لو إذا واحد كان لازق يعني فيه تماما بالكاد وسمعته بالكاد لا لا يعتبر لا جهر. جهر. لا يعني هي مسألة عرفية نعم ولذلك كثير من فوقانا يقولون أن الجهر والإخفات هو أمر عرفي مم. بحيث يصدق عرفة هذا عم يجهر وهذا عم يخف يعني اللي عم يجهر ما ضروري يكون عم يصرخ لا أو أنه لا. يرفع ولذلك صوتك ولذلك بالآية القرآنية ولا تجاهر بصوتك ولا تخافت مم. لا تخفي تماما ولا, ولا, ترفع ولا صوته. صوتك صوته تصيح حالك بمظاهرة ونبلش هتاف و... مولانا لما أعطيته مثل على الإخفات كان واضح الكلام يعني الو... إيه يعني هلا ولو ده... انه وشوشي شوي ولو انه وشوشي ولكن إيه بس... كان واضح الكلام بس عرفا اذا قلت سالت لا. انه هذا جهر بصوته او اخفت شو بيقولوا بالعرف؟ لا بقول موطي اخفت أخف. صوته طيب مولانا خليني اعطي مثال ثاني وكتار بسمع يعني بسمع كتار من الاخوان بيكونوا عم يصلوا بهيدي الطريقه أه ما بيكون واضح الكلام كثير ولكن من خلال النفس احيانا م. بسم الله بكون النفس عم يطلع ما في إخفات, إخفات. هدا يعني هذا الإخفات الصحيح بمع بمعنى الإخفات الصحيح هو من ناحية عرفية هذا إخفات جيد إن شاء الله تكون وضحت المسألة اللي عند الله الأخ وتعالى. المتصل وعند الإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين آه سؤال يقول آه رحم الله مرجعنا وسيدنا سيد الله وأعاده الله عليكم بالخير والبركة أريد أن أتزوج إمرأة وهي غير مسلمة ولكنها والعياذ بالله كما هو يكتب تتجاهر بمخالفة الأحكام الإلهية وأنا قلبي متيم بها، ماذا أفعل؟ أول شيء إذا هي ليست مسلمة فيكفي أن تكون كتابية م. يعني إما يهودية أو نصرانية أو من الديانات التي يصدق عليها انها من الديانات التي لها كتاب نعم. أما إذا كانت مشركة أو ملحدة لا تؤمن بدين من الأديان ولا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الزواج بها بحسب فتوى سماح السيد فضل الله نعم. أما إذا كانت من أهل الكتاب كتابية أو يهودية أو نصرانية فلا مانع من ذلك ويجوز بها أما مسألة أنها تجاهر بالمحرمات مم. ما لم تكن مشهورة بالزنا مم. ما لم تكن مشهورة بالزنا لأنه عن سماح السيد الأحوط وجوبي عدم الزواج والعقد على المشهورة بالزنا مه. احتياط وجوبي مه. فما لم تكن مشهورة بالزنا لا يعتبر هذا مانعا من أصل الزواج مه. نعم هذا يعني نحن اليوم وقت اللي نجي بنشوف أدب التزوج من أداب الزواج أن الرجل أو المرأة كل منهما يبحث عن الشخص المناسب أحسنت دينيا أحسنت واخلاقيا أحسنت وسلوكيا هذه ام اولادك راح تكون إيه؟ فمره نحن بنقول يجوز او لا يجوز هذا العقد يصح او لا يصح فهو عقد صحيح وعقد جائز مشروع لا حرمه فيه ولا إشكال فيه من الناحيه الشرعيه ولكن انا مره عم بتزوج لمجرد اشباع شهوه ونزوه <applause> فممكن أقول له هذا المقدار بكفي مرة لا أنا عم بتزوج بدي أسس أسرة <applause> بدي أسس عائلة بدي ابني حياة فالحياة بدها مقومات ولا سيما الزواج عندما نص الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه على أنه آية من آيات الله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. مم. يعني عندما كان يتحدث الله سبحانه وتعالى عن اياته وعن نعمه وعن معجزاته التي جعلها جعل من بينها الزواج مساله هذا مم. الاختلاف بين الذكوره والانوثه ليجمع بين هذين العنصرين من اجل ان يؤسسوا حياه تمهد لماذا للسكن للسكينة الطمأنينة طمأنينة. الاستقرار الروحي الاستقرار النفسي الاستقرار الفكري الاستقرار الجسدي الاستقرار على مستوى الشهوة وعلى مستوى الغريزة الاستقرار على مستوى التطلعات المستقبلية كل شيء لأولادي فالله سبحانه وتعالى عندما امتن علينا بهذه النعمة وبهذه الآية قال إنما جعلت لكم ذلك لتعيشوا هذه الحياة فلما يكون أحد الزوجين مجاهر بالمحرمات مجاهر بالفسق مجاهر بالفجور فهذا لا يؤتمن على مثل هذه الحياة ولا يرجى منه أن يكون شريكا في تأسيس مثل هذه الحياة فلذلك ورد عندنا في الروايات أن الإنسان عندما يبحث عن امرأة يرتبط بها أو الإمرأة عندما تبحث عن رجل ترتبط به لابد أن نبحث مش فقط إذا كان مسلم أو كانت مسلمة إذا كان نشوف أخلاقه نعم. دينه سلوكه جدير بأن يشاركني هذه الحياة أنا وهذه بدي أعيش حياة نعم. بدي أعيش تفاهم روحي تفاهم فكري تفاهم ديني تفاهم سلوكي مم. وعملي بيني وبين هذا الإنسان رجل كان أو إمرأة ولذلك هلا مرة بيسأل هو عن الحلال والحرام وعن صحة وعدم صحة الزواج فنقول له إن كانت كتابية فلا بأس بذلك والزواج صحيح وغير مشهورة بالزنا أه 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 لأنه هو أن عم تتجاهل بمخالفة هلا مخالفة المحرمات ما بنعرف شو هي المحرمات يعني فلذلك أنتم خصصتوا أنه إيه؟ ما تكون أن أه 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 لا تكون مشهورة, مشهورة بالزنا. بالزنا وما عدا ذلك يصح الزواج ولكن نقول له إذا كنت تنشد حياة زوجية كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يريد الإنسان السوي وكما يريد الإنسان السوي لأنه ما في إنسان سوي إنسان عاقل الذي يتزوج يعني. لا حتى يعيش بس لمجرد أنه والله فلاني أنا مفتون فيها نعم. وبدي أقضي شهوتي لأنه هاي الشهوة ممكن بيوم يمكن بشهر يمكن بسنة خلص تنتهي. نسألكم الدعاء انتهينا شو بدي أعمل فيها بعد مولانا سمحت السيد فضل الله كان يجيب على مثل هذه الأسئلة أو كان يختم جوابه وأحسنتم على هذا التفصيل يختم جوابه بآية كان يقول لهؤلاء الناس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والرزق هو رزق مال أو رزق أو رزق زوجة صالحة يعني. رزق شريك رزق صديق فخلي قلبه يتيم مش فيها يتيم ببطاعة الله وبالله سبحانه وتعالى سبحان على كل حال نعم القلب وما يعشق <تصفيق> <تصفيق> لذلك مولانا السيد ايضا كمان يعني الحمد لله انه يعني خلينا السيد فضل الله التراث. خلينا التراث مملوئين الحمد لله يعني هذا التراث الحمد العظيم الحمد السيد كان دائما يقول على الانسان ان يعطي القلب جرعه من العقل لكي تتوازن يعني او العاطفه تعطي جرعه من, من العقل حتى يتوازن صحيح أه الحاج ابو محمد ايضا من برلين عم يسال أه ابن اولادي يعقوب او يوسف عنده 11 خي أه ليش هو الوحيد كان بيناتهم نبي والبقايا ما كانوا انبياء حرمهم الله من النبوه مش مساله حرمهم الله او ما حرمهم يعني حتى لو كان ما بدنا نفوت هلا شو كان وضعهم مستقيمين غير مستقيمين مم. النبوه هي اجتباء واصطفاء بالمية وليس كل من الضروري ان يكون كل اولاد الانبياء انبياء. فقد يختار منهم ولد واحد. وقد يختار اكثر. فمساله النبوه هي اختيار من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى يجتبي له ويصطفي له من يراه مناسبا بحسب رؤيه الله سبحانه وتعالى، هلا مش بالضروره والله لانه ما اختارهم معناتها هذول جماعه اشقياء. لا قد يكونوا من اتقى الاتقياء. ولكن النبوة بحسب ما يرى الله سبحانه وتعالى ليست متوفرة شروطها في هؤلاء مم. فيختار غيره ولذلك حتى إلهي يعني كل لا الانبياء يسأل عما يفعل صحيح حتى الأئمة مولانا يعني نفس الشيء الإمام الحسن عليه السلام تجد الإمام والله. عنده أكثر من ولد والله اصطفى الإمام الحسن ولا واحد من أولاده أو من ذريته نعم. اصطفي للامامه الامام مع الحسن مع أنه ليس كان فيه... كل أولاده... عفوا مولانا مع انه اولاد الامام الحسن كان فيهم اكيد صالحين يعني صحيح. وكانوا صالحين اولاد الامام الحسين مش كلهم كمان يعني الامام الحسين ما عنده بس زين العابدين أمم. عنده زين العابدين وغير زين العابدين لم أمم. الامام زين العابدين فهي كان عنده كان عنده الباقر وكان عنده زيد وكان عنده فلان وفلان وغيره اصطفي الباقر عليه سلام الله وهكذا سؤال أيضا من الحج أبو محمد يقول هل يجوز للكتابية أن تندر نذرًا وتوفي؟ هل لا يجوز, يجوز, نعم يجوز, يجوز؟ هل هل يحق إذا بدك أو هل يمكن هل لها أن تندر مثلا؟ لا بأس م. لا بأس أن تندر ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل منها لأنه هي إذا كانت تتقرب إلى الله فالكل يؤمن بالله أحسن. حتى الكتاب يؤمن بالله هل قد يكون لله بحسب معتقده مواصفات معينة غير المواصفات التي نراها أو غير الصفات التي نراها هذا أمر آخر ولكن هي تعتقد بالله سبحانه وتعالى فيمكن لها أن تنظر لله عز وجل نذرا وعند غير المسلمين في نذورات صحيح في عندهم نذورات طبعا فشو المانع من حيث الأصل لا باس بذلك هل تؤجر او لا تؤجر هذا شغل الله شغل الله شغل النذر مولانا هو وسيله من وسائل العلاقه مع الله فهذه جيده يعني فلذلك نحن ما نسد الطريق ونقطع الطريق على الاخرين نعم أه سؤال مولانا يقول أه هل حصل ان تزوج رسول رسول الله صلى الله عليه واله زواجا مؤقتا يعني بحسب ما وردنا ووصلنا من روايات حول زواج النبي صلى الله عليه وآله وزيجاته المتكررة لم يرد في بعض الروايات أنه تزوج زواجا مؤقتا والله العالم بالواقع لكن هذا لا يعني أن نشكك في مشروعية الزواج المؤقت وزواج المتعة لأن الفعل المشروع نعم <applause> ما دام ثبتت مشروعيته بالدليل ليس من الضروري أن يفعله المعصوم نبياً كان أو إماماً لأن فعل المعصوم لأمر من الأمور لا يدل على أكثر من الإباحة أن المعصوم عندما نراه فعل فعلاً فهذا يعني أن هذا الفعل مباح وترك المعصوم لفعل ليس من الضروري ان يدل على تحريم هذا الفعل لان المعصوم قد يترك بعض الامور لكن لا لانها محرمه غايه ما يدل عليه انها ليست واجبه نعم انها ليست نعم. واجبه يعني انا عندما اراقب المعصوم واراه لم يفعل امرا من الامور فذا لا يعني انه تركه لانه حرام نعم وبالتالي استفيد من ترك المعصوم وعدم فعل المعصوم لهذا الامر حرمه هذا الامر لا يمكن تركه لانه لا يميل اليه لا يستسيغه لا طيب. يحبه طيب. لكن لو سالته انا مثلا افرض مثلا قدم للنبي صلى الله عليه واله طعاما او شرابا معينا فلم يشرب او لم ياكل شكله غريب مثلا ما لاي سبب آه. لم ياكله فعدم تناول المعصوم لهذا الطعام او الشراب لا يعني حرمه هذا الطعام او الشراب طيب مولانا نحن نعلم ان قول النبي شريعه وفعله النبي. شريعه وتقريره تقريره شريعه طب لما يفعل هذا الشيء او يتركه هو من فعل كيف نحن نميز او يمكن ان نميز كعامه كانوا يعيشون مع النبي كعوام الناس انه هذا الفعل او الترك في هذا في هذه المساله هو شريعه وهذا الفعل او الترك في هذه المساله ليست شريعه ما في عندنا شيء انه هذا شريعه وهذا ليس شريعه م. عندما نقول ان فعل المعصوم قول المعصوم وفعل المعصوم طبعا اقول هنا المعصوم حتى اجمع بين النبي صلى الله والإمام. عليه واله والامام نعم. عليه السلام بحسب معتقدنا نعم. لكن عندما نتحدث بصيغه الاسلام العامه بغض النظر عن سنه وشيعة فبنقول النبي م. فهون عندما اقول ان قول وفعل وتقرير النبي او المعصوم تقرير يعني اقراره تقرير يعني شيف اقراره رضاه سكوته سكوته على هذا الشيء. الذي يدل على الرضا فهذه كلها لها دلاله نعم دلاله على ماذا دلاله على حكم هذا الشيء طيب يعني أنا عندما يصدر قول من النبي صلى الله عليه وآله بحسب دلالة هذا القول أستفيد حكم من الأحكام بوجوب شيء أو حرمته أو استحبابه أو كراهته أو ما إلى ذلك لا. هذا القول على ما يدل هذا اللفظ ماذا يحمل من دلالات هذا اللفظ وهذا القول فأنا أستفيد من هذا القول حكما من الأحكام نعم. أما بالنسبة للفعل، ما مضطر النبي يجي يمارس بعض الأفعال ويقول: أنا الآن في طور التشريع م. أو التروك عندما يمارس فعلاً ما أو ترك ما ليس مضطرا أن يقول أنا الآن في طور التشريع أنا الآن ليس لست في طور التشريع حتى نستفيد من هذا الفعل تشريع ومن هذا الفعل عدم تشريع لا نحن من خلال مراقبتنا للنبي صلى الله عليه وآله لا. يعني أفرض أنا بحثت في الروايات والنصوص وقبل ذلك في الآيات لم أجد آية أو رواية تقول أن الفعل الفلاني مباح أو الفعل الفلاني غير مباح م. لكن انا اقول اني في مره رايت النبي صلى الله عليه واله يفعل كذا. مجرد ان يثبت هذا الامر وان النبي صلى الله عليه واله فعل هذا الامر اقول اذا هذا مباح. نعم. وبناء على راي من يرى من علماء اصول الفقه أن الإباحة حكم من الأحكام <applause> لأن هناك نزاع بين علماء أصول الفقه سنة وشيعة نعم. هل أن الإباحة لأنه يقولون أن الأحكام التكليفية ما هي؟ يقولون الواجب الحرام <applause> الاستحباب الكراهة <والمراهة. تصفيق> الإباحة نعم. بعضهم يناقش في مسألة الإباحة هل الإباحة هي حكم أو ليست بحكم فالبعض يذهب أن الإباحة ليست بحكم مه. لكن بناء على من يرى أن الإباحة حكم فاذا انا عندما ارى النبي صلى الله عليه واله شرب هذا الكاس نعم فمجرد رؤيتي له ما في حاجه اساله انت ماذا تقصد بشربك لهذا الكاس هل تقصد تشريع حليه شرب هذا الكاس م. او انت لست بصدد التشريع ما في داعي نعم. خلاص مجرد انه شرب وبما انه معصوم نعم والمعصوم لا يفعل الحرام جيد اذا انا استطيع ان استفيد من آه. فعله عدم حرمه هذا الشراب ممتاز يعني هلا وضحت لي اكثر مولانا الصوره خلينا نختصرها بجمله هيك سريعه فعل النبي سواء من يعني فعل النبي من من فعل او ترك هو فعل, فعل. يعني حتى الترك هو فعل هو فعل سلوك احيانا يقدم له طعام أه. ف... فلا ياكل هذا لا يعني أن أنه هذا حرام حرام أه. لانه لو كان حراما مسؤوليه النبي عند ذلك ان, أن, ينهى, أن حي... أنه... ينهى ان ينهى انه انت كيف وضعت امامي هذا الطعام وهذا لا... غايه لا ما يدل عليه عدم الفعل وعد... وترك ترك الامر أه. انه ليس بواجب صحيح يعني عندما يقدم على فعل شيء نعم ولم يبين بأي إضافات أو قراء وجوب هذا الشيء أو استحباب هذا الشيء فغاية ما نستفيده من فعل المعصوم أن هذا فعل مباح لأن المعصوم لا يمكن أن يرتكب الحرام طيب. فما دام فعله إذا هذا ليس بحرام وإذا ترك أمرًا م. إذا ترك أمرًا ولم يقرنه بما يدل على حرمته أو كراهيته مهي. فغاية ما يدل عليه هذا الترك أن هذا الشيء ليس بواجب، مهي. لأن المعصوم بحكم عصمته لا يمكن أن يترك الواجب. جيد. فما دام تركه إذا هو ليس بواجب، <applause> هذا ما يمكن أن نستفيده ممتاز. من الفعل أو الترك، ممتاز. هذا أقصى ما يمكن أن نستفيد. نعم، إذا اقترن هذا الفعل أو الترك بقرائن معينة، هذه القرائن ندرسها فتارة نستفيد من الفعل وجوب الشيء طيب يعني هون بنعود نعود إلى السؤال مولانا فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله لم يتزوج بعقد مؤقت ولم يبين أن, أن هذا, هذا حرام, حرام إذا هذا فقط تركه أنه ليس بواجب تركه إيه ليس بواجب, ليس بواجب لا يجب على كل أحد أن يتزوج زواج منقطع ولكن ما صدر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم تفسيرا وتوضيحا للايات المباركه التي وردت في القران الكريم والممارسه العمليه التي قام بها المسلمون على عين النبي وسمع النبي صلى الله عليه واله ولم يعترض ولم ينهى مم. ولم ينهى يدل على جواز يدل على جواز هذا, هذا الفعل, الفعل او غايته باش. لا يجب نعم مولانا أه قبل السؤال هناك يقول كنت أتا... كنت عم بحضركم دائما على الايمان بالاعاده الساعه 10 مساء اه السائل او السائله عم يقول انه كنت كان يحضر الاعاده يسالونك على قناه الايمان بالاعاده الساعه 10 مساء يا ريت بترجعوا تصيروا تعيدوا تعيدوا الحلقه لنضل نحضرها يعني الظاهر الوقت اللي عم يصير فيه الاعاده متاخر شاء بالنسبه لهم ان شاء الله هلا نر... نرفع من... هلا ال... بالاذاعه الساعه 12 ليلا عم تنعاد هلا بالقناه م. انا مش حافظ ايمتى بننقل الموضوع هذا للاداره ان شاء الله خلي شاء هي تتابع تتابع ال... الموضوع سؤال عن طلاء الاظافر الاخت عم تسال بتقول انا بعرف انه طلاء الاظافر غير حاجب ولكن لا يجوز الخروج به امام الاجنبي غير حاجب للوضوء او في الوضوء، ولكن هل نفس الحكم بالنسبة للغسل؟ لا فرق، هو غير حاجب هذا التعبير بس بدنا نصحح التعبير. نعم. هو حاجبٌ. نعم. هو حاجبٌ ولذلك عُبِّر عنه بالحاجب اللاصق. آه. الحاجب اللاصق. هو حاجبٌ لاصقٌ لا يضرُّ فبإعتبار اللاسق. أنه لاصق وفي حرج بإزالته وكذا فاعتبر سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه خلافا لمشهور الفقهاء أن هذا الحاجب الحاجب اللاصق لا يضر بصحة الوضوء وبصحة الغسل لأنه عندما أمرنا في الوضوء أو في الغسل أن نغسل الوجه واليدين وما إلى ذلك فهذا الطلاء الموجود رغم اندراجه تحت عنوان الحاجب اللاصق لكن يصدق معه عرفا غسل ان البيت. المكلف غسل وجهه وغسل يديه طيب. وما الى ذلك طيب مرت جمله كلمه مولانا معكم لها الان اكيد البعض راح يجي يناقش ويقول انه والله نزع او ازالته فيه حرج او كذا بقول لك لا الطلاء الاظافر ما في حرج بازالته هل 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 أه المساله متعلقه بهذا الحرج لا, لا لذلك ف... سماح السيد يقول موضحة. اذا استطاع المكلف ان يزيل فالاحسن ازالته والا فلا إشكال والا هو من حيث المبدا من حيث المبدا المساله عن سماحه السيد تدور مدار الصدق العرفي م. ان انا لما بيكون في هلا افرض غير طلاء الاظافر اللي هو المناكير شابه ذلك دهان إنز... انسان بيشتغل بالدهان دهان. انسان بيشتغل يا اخي بمواد طابق طبقه لاصقه وبيصير في شويه بدها شغل لحتى يشيلها مش انه والله بعمل هيك طلعت م. فهذا لما بيجي بيغسل ايده هذا الدهان اللي على ايده هون نقطه وهون نقطه وكذا بيغسل ايده م. صحيح في بعض المواضع رح يمر الماء فوق هي نقطه الدهان نعم او الغراء او هذا الالتيكو نعم اللي بيلتصق بالايدين او ما شابه ذلك فانا من الناحيه العرفيه لما بيجي واحد بيغسل ايده بنقول هذا غسل يده او ماذا غسل بخلاف اللي لابس ساعه مثلا او لابس خاتم او لابس اسواره نعم لا. بس يغسل إذا إيه. المي على الإسوارة أو المي على الساعة ما بيقولوا غسل إيده بيقول غسل الساعة نعم. غسل خاتم فهذا الحاجب هذا المتحرك نعم. فلا بد من, من تحريكه نزع. أو نزعه مم. مم. أما اللاصق يقول سيدنا السيد ما دام يصدق عرفا أن هذا غسل وجهه يعني أنا أفرض في وجهي طلاء معين ملزِع على جسمي على وجهي لما غسلت وجهي يصدق انه انا غسلت وجهي هذا ينطبق على الغسل ايضا ينطبق على الغسل نعم مش بس على الوضوء لا لا طيب لا لا. الغسل والوضوء معا عم تسال الاخت عن شيء هلا جديد اسمه جليش بيعمل هو نوع من الطلاء ولكن بيعمل سماكه وتشكل كانه ظفر كانه ظفر آه. نفس الشيء سماح السيد بالنسبه للاظافر الاصطناعيه فيقول هذا الأظفر مم. باعتبار هو شيء من جيبه من حطه. نعم هذا إذا أمكن إزالته يجب إزالته نعم. أما إذا كان مثل ما عم تتحدث الأخت أنه هي مواد يطلى بها هي أشبه ما يكون بالمناكير وما شابه ذلك ولكن من نوعية خاصة نعم. تتحول بعدين بتصير مثل الظفر فهذه بما أنها تلتصق وتصبح جزء من الإصبع نعم. وجزء من البشرة يقول سيد هذا ايضا لا يضر بصحه الوضوء لانه اصبح جزءا ملتسقا ويعد عرفا منه فلا يضر <applause> شكرا جزيلا سمحت الشيخ على حسن الافاضه ايضا الشكر موصول اليكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن المتابعه والتواصل نلقاكم يوم غد باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته